هناك ظاهرة غريبة في عالم النحل، وكلما قرأت بحثا عن عالم النحل لا يكاد يخلو من عبارة يقولون: كيف تهتدي هذه النحلة؟ كيف تقوم بعمل؟ من الذي يوجهها؟ من كذا؟ لأن علومهم قائمة على الإلحاد. فالنحلة عندما تسير وتختار أفضل الأغذية لتصنع العسل، هناك بعض النحلات مثلا تشرب المسكرات، تشرب الخمر يعني. طبعا في الطبيعة الثمار، بعض الثمار تتخمر وتشكل مادة مسكرة، إذا شربتها النحلة فإنها تصبح سكرة عدوانية، تخرب الخلية، تفسد النظام، نعم، مثل الإنسان السكران. فالنحل، انظر إلى هذه الهداية الربانية، يضع على باب الخلية، خلايا النحل في الخارج، مثل عناصر مراقبة. نحلات مهمتها مراقبة من يدخل ويخرج. فعندما ترى هذه النحلة السكرانة تأتي، تحتجزها على الفور وتبعدها عن الخلية وتكسر قدمها، تكسر رجلها، فتبقى عاجزة عن الحركة عدة أيام، يومين أو ثلاثة، حتى تفيق وتعود لوضعها الطبيعي، ثم يسمحون لها بالدخول، لأن تأثير هذه المادة المسكرة هو يومين، 48 ساعة. ولذلك يعني نحن دائما نستنبط من هذه العجائب ما نستفيد منه، لأن الله تبارك وتعالى سخر لنا هذه المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات والأرض. يعني أنت عندما ترى نحلة ترفض هذا الخمر، فكيف بنا نحن البشر؟